السلام عليكم الإخوان، كراكم بخير؟ نتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. أنتم على قناتكم مركز تزيين السيارات، واليوم الإخوان معنا سيارة رونو لاغونا، واللي كنشوفوا لي زوبتيك ديالها بهاد الحالة متضررين بزاف وصفر، وهي نفس السيارة اللي كنا خدمنا لي فروج ديالها قبل، والفيديو راه كاين على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو هاد لي زوبتيك باش بالطريقة المعهودة عندنا اللي كنخدمو بها، باش غادي يوليو جداد، وغادي نبداو بعملية التنظيف. وهاد العملية هي من المراحل الأساسية في عملية تنظيف أو إعادة لمعان الأضواء الأمامية للسيارة. خصنا ننظفوهم مزيان، يعني إلا ما نظفناهمش مزيان ما غاديش تخرج لنا نتيجة زوينة. ولنبدأ على بركة الله. وللتذكير فقط، كنتمنى من الإخوان المشاهدين الجدد، كنتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزلو على القناة ديالنا. ولما لا شي تعليق باش يكبر الفيديو وتولي يوتيوب تنزلو لنا على محركات البحث، وشي تعليق إذا كان شي استفسار ولا كان شي إضافة ولا شي انتقاد، مرحبا بالانتقادات ديالكم وجميع الاضافات باش نطوروا من راسنا ونزيدوا الان. والمرجو كذلك مشاركة الفيديوهات هذه مع الأصدقاء ديالكم، لأننا في بداية الصيف والناس كيبغيو يسافروا، كيبغيو يسافروا من مدينة لمدينة، يمشيو يتبحروا. كاينين بزاف الناس عندهم هاد المشاكل ديال الصفيرار الأضواء الأمامية، وملي كيكونوا صفر ما كيخليوش الضوء يخرج مزيان، ما كتكونش عندك إنارة كافية في وسط الطريق بالليل خاصة. وبزاف د الناس كيبغيو يقوموا بهاد العمليه هذه، الا انهم ما كيلقاوش انسان اللي غادي يخدم خدمه نقيه، لان كاينين بزاف ديال الطرق على اليوتيوب ولكن غير فعاله. هاد العمليه هذه فعاله وفعاله جدا، حيت كنعطيو فيها 3 شهور ديال الكارونسي وكتدوم مده طويله من بعد داكشي. وهذه هي النتيجة النهائية. كنشوفوا الفرق في أول الفيديو كي كانوا، والحالة ديالهم بعد عملية التنظيف وإعادة لمعان هاد الأضواء الأمامية، كنشوفوهم كيفاش رجعوا جداد جداد جداد. وأهم حاجة عندنا هي أن الكليون يمشي فرحان وناشط من بعد هاد النتيجة. ودمتم في رعاية الله وحفظه، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات مستقبلية وقريبة إن شاء الله. مرحبا.